ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحكب الله إلى آيات السقاشن يتطبع إلى آيات الطبن بقول طبن يكو آخر السورة سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى علم بدن وبدن بالين أسر الشيغي وهو تفسير القرآن الكريم سورة دن علم بالين أسر الشيغي ودين عوال بف أي نكفى إليه سنين بكو حيث الدب بيشي قل لو كان في الأرض مكي بلانين الله ما وقف صور بي بشر وملك رسول كصور بي مكي بلانين الله يقول إلى الدين ملائم بشوق إلهي يمشون مطمئنين وسيدين وكان أدكن لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول بركوا والدين حريفين جيد سيدين نبال ينسوا الدرين وكان بالله محمد الحلوين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينه الله ما إنا الرسول هيك والحق ثابن هيك الله ما مساكد حلينا قاموا إيه مساكد عين إنه كان بإذلاته خبيرا قصيرا الله سبحانه وتعالى عبقاله إياه الدولي سمك الله عبقالك إياه فأي مرخات فرينا رسول الله يدن بالله ومن يهدي الله مكة بن عكالنا ومن يهدي الله فكو الله من يحق وفجيه فهو إسرى سأل من تجيب كهنوري كهنو سري وقع الله من يحق وفجيه ومن يدلل قفو الله من مبعوث بابا ومن يدلل هو لي قفو الله من يحق وشيطان دور صدر فلن تجيب أهل ميسد بالي بنبي محمد الله حالوا يرسلنا لأولياء أقوى أخال مية ومن دونها إلا غيرك أهل ميسد بالي قفو الله هنون يا هنوسان كي الله لبيا نوال سيئي لكن نبي الله محمد أنا قال لي مرتين إن قلبك هداية هين قليل لكن بصيرا ونذيرا بارهي مركا هنونك إيها اللين فالله رب الله بحكمه أرجو حال حكمه يحل إيه ساري نوع الإنجاكي وحدي شيئا وليفة كل داع النواصلة قفك سوء الدعوة داع وليفة سوء واصلة قلبك كمسة ميكرا هداية كمسة ميكرا ومن يهدي الله قفك الله رمي شهو إساقا سأل من كدير كهرم صنع ومن يدلله قفك الله رميه وشيطان دور صدق فلن تجد أهل الميسي لهم حالا أصغنا غي أولياء أقوى أقال مية وحق عاسية مثل من دونها لغيك ألا كلي هذه قفك هلتي عدك لو أقال مية كتو عدك لو الله أقوى إنك تمتلو ونحصره ما صار شرين لنا يوم القيامة قيامة يوم في سقوة الضلال كالقص أغن على وجوههم وجيال قضان القص شرين لنا بأل ليه وجيال قص عريا عميا حالا إن دلائمهم وبقما أي أفلا إنه نهض الكرين والصما أي دقلاء إنه نحضا مغلن مأواهم ميشي أهو جان لجهنمون ميشي الدقال فأم قرن سانواد جهنمون كلما خبط مركز دنطور جبناه عن زيادة من الصعيرة وردبا زيادة من الظلال الله سبحانه وتعالى وهو يددك الضلال كفصه قيامها وجه الكسر الشرية وهو سيدة آيات ذكرة بشيئة يسي إن وجه اللوشي لإن تلقها لغت وجه اللوشي اللوشي إن وجه اللفتي سبقص على الوضع وامن إلى النار ما يسحبون إلى النار نار تلوشي لي هو وجه اللوشي لي إن خيار تضبع وصعنا اللوشي والنبي الله محمد بالله والدي يا رسول الله سيدالي موجه وقو سعوني يا بالله كي لغاها كسو عطي يا موجه وقو كسو عطي يا مكاو عليه وإن دلائهم وإن دقلائهم وحوالي عندها وعالي عندها ربا الدمع ودقيه ربا الدمع سيدي حقا عدوك وغين قال عدوك وغين قال عدوك مكا ما يلاها قال قولنا فبصرك اليوم حديد وكليل عندها وضو الفيقين يدقوه دي مقل فوضو مكا وحوالي بالمثل مكا حسابه لما فوق عليه انت اول الناس اللقين با عندها يدقين مال ورد الله خير وينه نقول يا كذبنا مركز الناس اللي جينا يا عندي هي تجي الله ورب الحين مركز قيامها النوعية فربنا لنا كلما خبز جدا مستعيرا بألي مركز دم تبع مركز دم بالمثل أو مركز دم ماذا مركز هيل في الله فيه أيوة بيساو السد من المال تطع على غضمله يا هر الله بينه بدلناهم جلودا غيرها ولو بدل جلد جيل دم ماذا الناس يعطي لو بدل وكثر الناس كذا لو بس هرينا وحاولي مالتي انت اصغر غربا لو بدلي الى كل غور لغتنا غربا مالتي لو بدلي الله يبلين ونحشرهم واشرين هنا هو الضلال فكتر حق بيبي ياشا يوم القيامة القيامة يوم في سعلا ودين وديان فوضا فشرين هنا يقول وجيك قصة على أمل موشي دي تلقى أطور ما قلت وجيك دولك اللي موشي دي لمشا لما يشا اسمشي كلاب الضعفة لمشا دي والغير بحاي
عمي الحالي دلائل يقول دمجون مربر فقار كورن والوابحين وبكم الحالي أخوة اللي يالين هلن كرين أما عمي إن دلائل هينو وحي كفر حالي لأنه هذا كوار كيني بكم الأفلاء هينو هذا الوحطر أي أخوة اللي كرين والسمة أي دلائل هينو وح كفر هي إن دلائل هم أخنين لبدا تفسير بواسطة وشعاليا والوردة قسين الله بسيري وحي كفر حالي وحي وحطر مننا ميقانا مواه ماشي أهليه أهليه جهنمون في سلم الصيف وملكن كلما خبط مركي دانتو نار تزيدنا المحامجي يادينينا سعيدا المدوتان بانسي يادينينا بألليه وفي انت تشكر لما ضعوه أي وحوة المدوتان بانهيلي بهر لك دوب هر لك بانلوك فردينيا وكثيرا تيكود ما يسا خبط هي خميدة هي هميدة واصدع اللغاء خبط وحوي مركي أولو الكود موان خميلة نوامركي بخصوص الضمطه هم نوامركي زبط قبي أهال ضمو ذلك عذاب كان نوع عاصي إيش بدل سفراه بدل لمرضى الغهورين إزاهم أضال كوليوه عذاب كان الله وأضال خص منكم حق البيضاء اللقى نوعي وحو أضاله واجه نمون بأنهم محال نارسها اللوقة اللي بأنهم بسبب أنهم يوم سفروا حي الديدين وكقالوا لهم فآياتنا آياتها يلمي كقالوا لهم آياته السماوي بها وقرآن كها يا يدي كونها ووحيابها معجزات كنا عليها إلا بدهم كقالوا لهم قالوا لهم وحيدا لهم أي إذا كنا مرسل لهم العلام اللقف ورفات بربر أهانه لقف بربر وبالية أين أنك لما بعثونا من الصابحين خلقا أبور حالا أن الجديد وحسوب بيدا لهم جديدي وحي كدر إن آياته ألا كقالوا لهم بعث بينا إن الجديدان إلى سداء لنسوا علم كرا وحكوه السلسية وكما قال كي مركي وراء أبو رئيس كنو ياهي كسوء علينا إنتا ساكا مخاوري قالي مركي وراء أبو رئيس ومال برنان كا أبو رئيس ووحبا كقدر يعني وقالوا وحيد أهلي قالوا وحيد أهلي ذلك كاسي جزاء وأبالك وديور إن عقابك إنتا الله إلا مرسية محان الله عقابه يبيانه بسبب أنه يوم كفر روحي كدالو ببايات العيادة يجب كدالو رئيس وقالوا وحيد أهلي إذا كنا مركانا هانه عداما لخف ورفات البربر مثلاً يعني عداماً بالياً أين أنك لما بعثونا من الصابحين ونخلق من الأبور خلقاً جديداً بخلقاً تتمسح مجدداً وخلقاً جديداً أبور عصب عصب وإبوها مثل إن ظهور لفصلة أقرى عين ما لفها سؤال سوحي لك رب إذن لتها ما كاسال إذا إنت مركورا نطفك أقوله فإذا هو خصيم مبين بان كاسو هدد الدور يا مالك الله أقول إليها ولم يروا مرك أي ديدين الله وحمس علمك رليهم ولم يروا ميارا أعرف أن الله سبحانه وتعالى الذي الله إليه خلق السماوات سبع أبوره أنكو عليه ولم يروا ميارا أعرف أن الله ألك الذي الله خلق السماوات سبع أبوره والأرض أرض أبوره قادر إنه كرس على أن يخلق إنه أبوره مثلهم يقروا كلا مثلهم تمرك وزائد باليليون على أن يخلقهم يقروا لفصوا لي يجب أبوره كرا دي مثلهم تسيدة لجوجة على يخلق مثلهم يعني استفاد هذا نقول إنه أبوري كرميان الجلالي استفاد هذا المكري بدلنته إيش لا استفاد استفاد لما مدى إنه أبوري كرميان الجلالي اللي مو حلو جه عقل جل هو جرناه ثمانية أرض أبو قاري ذات كأبو كيسة ذات كأبو كيسة كذا بيا ثمانية جد بقين ثالث يا أرض بقين ثالث أبو كذا يضرب بل تصوب الزرق وحوي ثمانية مرت عقل جل هو جرناه مرت كثمانية أبوري إنه ذات كان يري كأسوع علي وحوي والسكر كرنا كرا عقل قبل نو كرنا كرا وده قديم وقف اللوزينة لكن دي خوف كذا قوم كوا حلاك كذا قولنا أول ما يروم يعني أرك أفي سنين أن الله الله الذي الله خلق السماوات السماء أمور والأرض أرض أمور قادر إنه خروف على أن يخلق إنه أمور مثلهم يجر قل يعني استفاد هذا نقل إنه أمور أو يصير استفاد هذا أي هذا يشوع علي وجعل الله الله سلا وكرا ولي وجعل الله بأسمائه يعني سعيلته ذا جعل لي عادتهم لهم لي عادتهم سعيلته ذا أجل المدر لا ريب الشكينه أنه كجن فيه في وقوعه مدرد عدة أنا أشك تجرم بأن السبيع أغطى لقاه فأبى الظالمون مشركين تي وحي الدينين إلا كفورا قال لما ما يحفل ويدين قال لك الرسول والبوحظة الله وشعر وقال له عقل علمي مثال ونبى الله وشعر وهو البالة فرصة الله وقفه قال لما ما يحفل ويدين مرة دي قال لما ما يحفل الدينين عقاب تود وعذاب أبدي أحسن كلامه. تا
هسا يا أضال قوضا جهنم ويكف الأنتان وجعلوا إيا لهم إيا السعلم سوري أجل المدلاء غير فيه شكبه ونكو جرينين يدعي سوء ما نيسو ما لن ما البعض كمير فأبدا مركي يلي لو قعب القادم هاي يولي لما لي وحنا الضلقين بقى للإنسين لما حوالي فرنصة تقييمة مال فأبدا لهم الظالمين توحي جديدين إلا كفورا قال لمن ما يوحكي لوي جديدين قلوا حافر النبي قال لهم لو أنتم إذنكم تملكون حقار هنان الهيدين والنهار الهيدين خزائن رحمة ربي ربي يا أحمد جيسا كيف كان هدا إذنكم هاي الهيدين شرطي قال لي ليه هاي وخلق جيسا أنسية هدا إذنكم حكومي الهيدين إذن وقت قال إذنكم حكومي الهيدين لا تمتم بواد حجيسا الهيدين أمسكتم والهيسا الهيدين خشة الإنفاق بحينك عبسيقة يعني خشية النفاقي دمات بقدي بالإفاق بحينك أقول دمات بحينك أدبحين إنسانين أقول دمات وحي كعب سنة يوى النفاق بالإنفاق مالك إنفاق هو الصبق بحينك إنا إذن كدما يسيا سبق لهذا رحمة الحساب تلعين الله ونو حسابك الله أخلط جيسة أبو رهدي إذنك فلاه الإذن كليل لها بخيلين باتهين ومركة وحوية ورهيسا الله إذن مركا بخيل من وحال المشيبية قال لماذا اللقصة لا بخيل ما هذا في جهة يسيبه أقوري وإنه حقه فأنه ماذا كان وخلقه هو بخيل قفه واحد كالتابوس واحد يصيب إليه هذا ينغس يدمعه وجيدون بأوه وقوه سيبتا المثل هذا ألا قلت بحطاء بحنه وحسنه يشد نقولي لكن الله سبحانه وتعالى وح مقابلة كمرة ويسكوه دسية كله مركا قال لماذا اللقصة لا بخيل لماذا كمينه قلت مركو قال ما هو بخيل ما قلت بفراء ألا نفيد قلوا حقتنا لو أنتم إذا كنتم تكون هداد ملكي لهيدين خزائر رحمة ربي تكبر إنسي أحمد ديسا كيف كذا يفرياش هداد ملكي لهيدين معناه في أحمد هذا فيزق لا أبرا إذن أد مالكين نقطان وذ ملكي لهيدين لا أمسطتم ورهيسان لهيدين وحجيسان لهيدين خشية الإنفاق بحن كبقدة بحن كبقدة خشية النفاق لما أشوف كعشير بيل فاقد بحنت وكل ما وقال الإنسان ضد كسيدي سبحانه قطورا كيف بخير لك بخير ما بعالي وقطور منوع وعندي دبر نوى يوم أقوله شيء بحين يسوى أوتر يوم مقابل بكرمة وغيران مقابل بكرمة حتى وقت أن لديك تبعي مقابل بكرمة وحبلا شروع بحين يدتكم مال إنسان هو قطور مكرا الله سبحانه وتعالى فضل يسوى لكم حلما وقال الإنسان ضد كسيدي سبحانه سيدي سبق طورا بخيل بوهار ولقد أتينا موسى تسع آيات معجزات في الجنة أيضا البيان نبي موسى معجزات فربنا لسيين وفرعون أولتي غير بنو إسرائيل وفرعون للقروان نعمة يقول للقروان ولقد أتينا واسينا موسى موسى تسع آيات سقال آيات بينات وعد واضح وعد ولبقرنا فكان نبي وحال يقول فاسأل ويجيبا نبي موسى قال فأيضاً لسي بني إسرائيل في بني إسرائيل ويدين إذ وقت جاءهم وقلت نبي موسى إليه بدي سوى سقال فأيضاً وقال وفقال وتوجد لهم موسى فرعون وفرعون إني أنا وهذا فرعون هايولي لا أظنك وحكوم ملايني يا موسى موسى مسحورة من الله سحرينا توالا يا كوم ملايني معنى أنه إله قوة الله بلا رأي إساء عرصان فردري فقال فأيضاً نبي الله موسى التي شنك حمدا سورة العراف في كشي قيمين سيدة بفدع وارهي إيو قمال في إيو الضوفان في إيو سيدة صوكالي يا العصا إيو وليد كعنت عداني في أشي إيو الثلاليه أبارتها عوي أفر نوا متفرق وليلك اللي بدون بكشي قيمين شن وحي كشي قيمين سورة العراف آيادها فراها طماء النبي موصلها فرعون إنتي كدما يسا آياده برنوها فرعون في المؤمن أبين فرعون آياده دمبا وحوي الدلال في يهوش في لهم سيئي لقيت أبر غنى يئي فيه وحيابين بالنار قرد على فرعون وبين قوة انت فرعون قال ويجي انت اللي شايلين يعني مالك آيات وحي تلمان إيسا معنى النبي الله محمد بن عجزيزة أن يكون في الدين الياس نبي موسى صدى الله صفر يقول كذي دين ويسكلي من عجزيزي وحكر ما يسال لي هذا الله نمس لقد أتينا واسينا موسى موسى تسع آيات السقال آيات بينات وعد عد واضحة فسأل بالويدي بالي لنبي محمد وبني إسرائيل بالويدي وما بعنا مرح نبي بن ويدي مرح ذي الله أمر ما بعنا أي ويدي إيه معناها كيف بني إسرائيل هكو مرحات فرعون يعني يجلس تود في جده هكو وقلت لا لي
markii kala waydiyay ay sheegaan iyaga laftooda waxyada ku ogow hebel israayil waydii id waqti jaahu uu yimid hebel israayil fircoon wada jooga faqaala wuxuu ku yiri lahu muuse fircoon fircoon wuxuu ku yiri faacilku waa fircoon ina anigu laadunka waxaan ku malaynaya yaa muuse muusow niyaho mascuuran kula sixdaynaa tawaalan bayla tahay waxaan kumani kaamaa ninkii yaraay gumaysiga ku jiray ee reerkoodu gunta ahayn anigu isali jiray soo raaco aniga soo dabagal caqli galma uu leeyahay fircoon saasuu waalida u saaraya midda kale buu ogyahay fircoon xaaladee waxa weye dadkan ku badawsanaya maqlay qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi muuse laqad calimta waxaad ogtahay fircoon maa anzala inuu na soo dejin haaulaai mucjizaadka إلا رب السماوات والأرض سمدي سموني في عضوض الرب قول المريان إن أن أحد كان السودة جنين وتوصل لغها فالصائرة حالا عدد من الروح والبعثين يا الوادفين آية ناس وإني أنا أقول الله أظنك وحكوم ملينا يا فرعون فرعون مصبورا من لها لاني بذا يندرنا أنكوم ملينا يا ذو بك فرعون هو قاية وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ذلك يحبون واستيقنها أنفسهم في راقب من معجزات كانوا نبي موسى ويو قال يدعو كسب الدين ظلم وعلو الدين قالوا في النبي الله موسى لقد علمت وحلوك في العالم ما هؤلاء ما أنزل إنه نسود الدين هؤلاء قوة إلا رب السماوات والأرض سموي في أرض الرب يقول له يآد ما رب رب بصائر حالة عدل من الواضحين آيدها سوري قصوني وإن أنا أقول الله أظنك وحكوم ملايين يا فرعون فرعون مسؤولين يا هلاك مركا ملاها فرعون يا ملاها مصواك لله فرعون يجب بدهاني كاهل وحكوم ملايين يا بدهاني كاهل أحبهم ملايين لكن موسى حقيقه أهلا هذا اكتساس البربرية يا هذا كاهل فرعون وحكوم ملايين إسنا وحكوم ملايين الله كاهل البربرية لكن يوه بي نبي الله موسى فرعون هلاك سيئا يوه بي فأراد وقدور فرعون حالد مركا هالكامر يسر أن يستفزهم في بنو إسرائيل وكحيه يعني إنه أرجل بسيوه دول فكتح من الأرض دول فكتح أيوه بو دورن وبالمثل أرجل بحيث وحكم ده إنه لينشر والد لينشر وهجم سيدي مركي ورا الموسى خشي ويلشنا لو لينشر قبلها لو لينشر ومركي لو وهجم أيوه سنقتلوا أبناءهم دول ولو ويلشنا والله يمينا واسدا سوكالي مركي وهجم أيوه إنه باطئين أيوه لما يستير أيوه oo aan gubeysiga ku sii haysanayo sidaas uu u sheegay haddii uu doonayo fircoon ay istafijeeyo inuu kiciyo argagixiyo reer Israa'iil min al-humta reer Israa'iil bay ku dhex min al-ardh dulka ardu masr weey ama dulka dhanba ka tirtiro gabigooda uu dabar sharaf ama dulka masr uu ka argagixiyo allah wuxuu ka aqnaahu waan halaagni waan maashayni diyaa ku maashayni isaga iyo ومن معه عدي لشي تبي جماعنا ما تقول يتسلوا الصوت وانتهى dadu waa kay dadaya meel banana li suu yimid oo shii iyo bujiyada oo dadii yimid habeenkii dambe ee nabiga ilaahay uu soo yimid reer Israa'iil guura dhulkii barafaysna uu guura filan iyo falastiin guura la yiri oo xagga yaadeen oo ka dambe tag markaa la bisaas u ahaa fiiba markaa lagu maashay waa kay badal isla galay markii dambe dhulkii isagu uu gabay inuu ka qalqaaliyo oo ka qaxiyo reer Israa'iil dhulka laftiisii baa degelay oo masar iyo shaab ay nimooda deganay reer Israa'iil وقلنا فأغرقنا هو ما شيني يسقي يوم مع عدي ليك تبت جميع عندما انتهى وقلنا وحامل من بعد يسقي الدبدي لبني إسرائيل هي بني إسرائيل وحامل قلنا اسكنوا الدقع الأرض أردد الدقع فإذا جاء أمركم يما دروا عدو الآخرة آخرة بلان تابي عدو الآخرة ذا هذه آخرة ذا قيامة اللي قدبه أما إذا جاء مركو يمادة وعدو الآخرة فيه بلان في اللبادة اللي ينبابعين لها وقت قادي مركو يمادة مركو مثل قيامة دي مكود دينين قلنا وحانو كبير من بعده من بعد هلاك فرعون فرعون هلاك بيش كدب زر بني إسرائيل وحانو كبير أسكن الدقع الأرض أرض الدقع أرض مصر يا أرض الشام بالدقع إذا جاء مركو يمادة وعدو الآخرة فيه آخرة بلان في هذه مركو يمادة قيامة اللي يمادة دينا والد الله إمانا ينبيكم إذنك وغير فرعون إذنك ابن إسرائيل لفيفة على سبع سلتهم جماعة سبع سلتهم لفيفة وحى لإدارة جماعة قبائل في الدوان كتب يتبع لفيفة إذن كوكا لدوان قارنا قارنا الدم بالنص وحاضرة قارنا على الغال لكي يهي بعض من إنسان ذلك قيامها مركو يمادو إذا جاء مركو يمادو بعد الآخرة في آخرة الله انت هذه مركو يمادو وقت قادي جينا وان إذن لنا بكم
لما أنتين بيدك وهي سيف بيدك وسبحية وأشكر الدوم بارز الله من إلى ولا لي وبالحق حق بانو أنزلنا القرآن ككسور الجنة وبالحق حق نزل القرآن ككسور الجنة وما أرسلنا كما ديرن كما أنان ديرن إلا مبشرة بالشارية إنا تاهمين والنذير الدقنين إنا تاهمين وبالحق أنزلنا معنا الحوين حق ما كسور الجنة الله محفوظ كمركو كي يمدون السور الجنة حق بوها ونزلنا حق بكسور الجنة نبقى حق سبوه ونحضر الشيطان وغربحنا إلا وحوية الساحرين في وحنا ورد من الشيادين صار لحن وغبحنا يسوقون لحن الشيداني ووصفوا وغبحنا النظيفة حقي ومركه رحم بارسنا بالحق أنزلنا معنى وحوية حقه رحم بارسيه علمي حقه رحم بارسيه وبالحق نزلنا لسوى الصافية ونحن الشيدان وغبحنا والنبي الله محمد سيوقع سوى الصافي وسيوقع وبالحق حق بارنا أنزلنا كدولي يعني متلبسهم بالحق يسوقوا حق كلها وحق حباثاً يعني عندنا وخلاف سودة جميلة وبالحق حق نزل كل سودة جميلة النبي كل سودة جميلة سواء خلط محيط وما صلى الله عليه وسلم أن ندرين بالله للنبي محمد إلا الله شرم الشارعيين إنا تايموا ونذير في المنزية المعنى الحوي إنا ذاتك إيمان أدوك أصم يسوك وأدكو قصرته وأدوك خلطة صرفته لذلك ما سودة جميلة إلا بخشرته وعدي إخوة أدعنا أدوك شارعي سود خير وقوهنته عدي كديدنا قمار أشيكتو إيا عدا أشيكتو إتاتا لكي سودة جميل وقرآن فرقنا وقال لي فرقنا ضدن بي فرقنا خلو يفسير يا نسمين يتمكن عراوين وفرقنا وان خلو ساختار وان خلو فردين لي قرآن وقرآن فرقنا وان خلو فردين لي وقيد غيبو سودة لي إسكم مرد شوكس ما صوتين قيد غيبو سوكة لدنين لتقرأه إلى القرآن فكو أقرض على ما تددك بشيسا على مفتن سيدة جنانة أما كاتنية إلى ذلك الله إلا هل مر دين الله محمد بن سيد الجيو ويجب الله بعد بات الوكيسان لها دسك المفهمين وكما فهمين وفي نبي دقدقاتين تري مركي وحل الكسو درسون وقب أحسن ملك جبريل أغرين تيدا ما ينين وأغرين ينين مركي وحل هكود دقدق بالي من قبل أن يقضى إليك وحيه هكود دقدق بالي وأقول ما ينين لا تحرك به لسانك الوالي لقى يسال قلبك والد ورسوي مالك هالمرة دي هذه السؤال دي لها وحوية ليحكم يا الله وقال انتها سؤالي دول مولي وهالمرة هذه السؤال دي وحوية ويقب لها شرح هذا حتى قب لها عدو شرحية هاي رايضي طوال ثواني يشاشر مالك السؤال دي آيات والبسة من نزول كذي بسادة يكون السؤال دي تي وحوة ضبع وضع الشرحة وسلم مالك هذا اللي فهمي لكن يكون مالك السؤال دي لها بباسة ضبع لقلبت منها حذقي هذا على حذقي كلام الله يقول له قرآن قرآن بأن فرقناه كلفر للني ويعني وقت وقت كلفر للني وصود جني لتقرأه إنا أقرد القرآن فعلى الناس الدرس ودوشي تعالى مسلم في كاتنية أما سيد دقنا وحسن الله ونزلنا القرآن كوان بجني تنزيلا دجن وعيدا يقول هذا عربي فع على فعل كالية نزل فع على مركوية ترتيب فإليه تقرأ صوت الأمر نزلنا أنزلها دي لجاء اسكم مرد بشوك سوجي لكم معلومة لكن نزلها دي لجاء ترتيب وسوك للبقيم ونزلناه قرآن فهو سوجي جنة تنزيلا سوجي سكة لضم بينه ترتيبا أفر صدح إلا بعد خمس سنة وقرآن كان لكم كل سعودي وقيت فيه هو صدح يتوقف سناه يدو مكاء وحوية أخلاق بي شرك في وحا لقاها به قيت فيه دموه طبق سناه يدو بنا وحيابها لقود أقمي الأحكام فيه شرعية لقاها به الله يقول يقول حاصلا آمنوا فمية به قرآن فمية ولا سنونها فمينينا معلوم حوية أما فمية أما فمينينا أدات فميسان وحبا قرآن فكمالي ولا ينكر بين ميسان حداد بين لسان وحن صار القرآن فكوي مني من شفتين كبا وحكوا أيضا مدك الهداد ينكر فميسان من بين لسان علماء دي هرئوا تقيني أو مؤمنين تعالي أو فاهم سنين بعض مينين بك وحضوا لقرآن ميسان والرك الله فمين ذا اللي هي أول معلوم قلوا حاتنا أمنوا رمي ذي بالقرآن رمي أو لا تنونها رمي ذي وحبك إياه الميسان ذات 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 ميسان وحبك فردي الميسان ذي كدن ذي ياهي معايا لينا الذين هو أوصل علم علم جلسي من قبل القرآن كهرسي لما تعلم جلسي وخطبه الوحكي يقيني إذا يطلع مكر لبض الأغريف عليهم تشوى يخرون ويضعيا للأبغار كرحي وضعيا حق قالت وجه قهروي كرحي واكر
marka wajiga hore u dhacayaan way sujeedan iyagoo sujuusan inta quraanka fahmaan maxay sujuudayaan marka xamdi shufi way sujuudayaan iyo allah balanqaadka uu oofiyay balanqaad soo soo ah tawreed iyo injiil nabiyullaahi maxamed sifadi fi ay ku arki jireen nabiga saaxiixi doona allah balanqaadka uu oofiyay nabiyullaahi maxamed uu soo diray oo sidu lagaga warrabi jiray marka sujuuda hore waxa weeye dhicitaankaasi waa shukran lillaahi iyo ballanqaadka uu alle oofiyay subxaana watacaala nabiyullaahi maxamed soo diray waa culimadii hore markay dhegaystaan kullu salaamaa marka cabdullaahi nabiyullaahi maxamed qoladii nasaarada ahay markay u tageen nabiyullaahi maxamed oo ka tegay gobolkeenna ka tegay abu xabas ka tegay waa ka ilmeeyeen oo ilmadii isku sii daayeen oo nabiga wada dugadeen oo wada raaceen cabdullaahi ibnu salaam yahuudi ninkii muslima ka noqday waa sidoo kale wey allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa utul cilmi cilmiga la siiyey min qablihi قبل القرآن القرآن توسكوا علم لسي ديني وروح كي يقيني إذا يطلع مركي لغض الأقرية عليهم تشاري يخفضون وحي أدعي للأدغاني حد ظهر أهجم بي بأول عيام قد كي أدع عيام سجدا على سجوتينه مع سجودة اللي شكر بين سجودة يعني. يا الله سبحانه وتعالى بلنت وفيه ويقولون وحيدين سجودة بحنا هذا سبحان ربنا رب قيان نزهان بيدي إنه حالي يشاني كان وفوه لوعد ربنا رب جيّل بلنتيش لمفعولة إلى سمي رب بلنيي التوريد يجيل يكتبه ركو قرن نبي استفاد له استفاد له ميسا حتى ميسا كبع يميسا يجرون اليوم إيو والدين في تلمان تيري جنة يعدو ويحرقن بالفين ورسين مالك بلنتو ألا النور في يكون حمدين يقولون وحيلي في سجودة سجودة نحن سبحان ربنا رب جيّل نهزهن إنو حالي شاري كان وقال وعد ربنا رب جيّل بلنتيش لمفعولة إلى سمي ويخرون ويرد عيان للأذغان حق قد ترد عيان يكون حاله ويجيان ويزيدهم القرآن في الزيادة خشوعا دبع سنام في الزيادة يا خشوع سنين لبضع بعضار كلا لبضع سببوي مدهنا وحاود عن وشكرا لله يا الله فلن تغطيه مدهنا وحاود عن قرآن سبا سامعين ومعنين سبا سامعين وقرآن كمعنين سمان فوقفك فهم كما أخي سنكروا لبضع السجودون يا لما تبيعون النور صوت بكرة جوان من ظهره شكرا لله جل سجدا صدم بنا القرآن كي بيتسامي يروهم بي بكرة قائمة ألا وحلي ويخرون وحلون عيان للأذقان قرأت كي يقول عيان حق هوري أفجم بيقا يبكون إيجو قوي ويزيد القرآن في الأزيان خشوعا قلوا حاكرا هذا قال إلي النبي ألا أدعو الله ألا الضري أو يدعو الرحمن أما الرحمن أجان الله أما أجان أما الرحمن أجان أيما تدعو مقعك الصوت ويا ذا الله فلو أنه حسن هذا الأسماء الحسنى أسماء ونحسن عيره أنك محمد ها إله نبي إله ما عبده كرتان نبون ليه سجل الله ويا ذا يا بي ويا الله يا رحمن نبي أمرك سجل سيهي أو الله برينا يا الله يا رحمن بوليه الكثير يسجل الله بريه أنا قد الله بجل نوجه بركاته وحالي بسيدة ما هو اسمه مصمك لي الله يا رحمن واسمه الإله لك الله سبحانه وتعالى مقعيه تمكي لدونا الله استعمالك لا انت ينسوه قادين سقال يسقاسا بعلمة كسر نحصار قرآن في أحاديث سقال يسقاسا بكسر نحصار يعني علمة وقف في حق رواه الجنة بجي قلوا حاصل أبالي ادعو الله الله باري وويا او ادعو الرحمن او الرحمن ويا ايما اسمك سود تدعو به ويا الله اسمك سود الله ويا فلو الله حاصلنا ذي الاسماء الحسنى أسماء الحسنى وصلنا لها مركا مقعيسة وحد استعمالك هذا واحد بريسة اسمك مناسبك غفران مركات بريسة يا غفار بالله خلق مركات بريسة يا رزاق بالله كحمد مركات بريسة يا رحمن يا رحيم بالله تلقادة دي ذنب قاقة مركات كعصنة يا حليم بالله تدا الشوق عليك مركا مناسبات كاساكرة كورك نواف الله قاقر الله مخليها ولا تجهل نبي الله محمد وهل الجهل نوفره وقال بالصلاة كالصلاة دار يعني بقراءة الصلاة كورك صلاة القراءة إذا كره قارن ولا تخافت خاص هؤلاء بها بالقراءة القراءة وابتغي كهذه أما طالب بين ذلك اللي وضع نحن إلى السبيل وذكر ذلك وحي إلى هذين نقول يا محمد مركي ما كتش وغين هذا هو اللي سكبق الشلين مركي هذين نرخ مركي الله صلاة كره قارن وحي عايز شلين قرآن كا إيا كالوسو دجي إيا كيسو دجي بيسنا عايز شلين مركي الله يستعينا وعالي وقضا ثلاث مياشا ويمانين هاصبك korna waxaad wax yar u qaadaa sida ka kugu daba tukanaya ay u maqlaan wax yar kor ugu dilbaan midkana waxa la yiraahdo Umar ibn Khaddab iyo Abu Bakr Siddiq
يا أبو بكر الصديق هو أغري شري دعاء يوحد هو أسبوع أغري شري عمر بن الخطاب نكرب قال شري ما كان سالك أبو بكر محاط هو أسبوع بكتاب عرض إلهي بال يا الله فق يا الله صلى الله عليه حاجة دي زوجة ما توقف بها لنا كرقة عمر بن الخطاب له حالي محاط كرب بكتاب شيطان كان كوي يجور ذكر الله من سنة وكتب سمو ما كان آيات رسمت بالي أبو بكر روح يكرق بالي عمر روح يرسم بالي وعقلوا آياته عام يلي شاد دعاء يوردك وعلى وفي أبيه الله يدين دحين وفي إن ذكر لما قشية المناصبة هين تركين لما قشية المتة الثلاثة وكالقات باقراء وذكرت هين قرآن كمركة الأخرية قات بالرغبة مركة ذكر لبني قرن وقاله وردك وكالقات بالرغبة إن ذكر أي مغلاء ما تقول هي أبيه الله يدين قال ونعدك لفلا لهين إن أتوصل بسال الدوري ونعدك لكام أغلب وعقلوا آياته كلمة فويه يسمع من يعني درهاك مغلب ذاتك الكره وقال ذاتك كقر يعمل ذاتك كويلة الوادي يسمع عنه هو صولوين يعني أذو خيار كان وهو البكوء أقرب لليه وحمد ذاتك بعد ذنين قال بقالوا لما كسوا بيعن ولا تجهره لك جهرين كره وقال بالصلاة بصلاة صلاتك صلاة دار القراءة ولا تخافف هو صولوين جهات القراءة القراءة وابتق الظلم بين ذلك لبدا تحضر سبيله وذكر ذلك خروقات كي يهوس اللي قبل حضور ودك السمين وحول يذكر كل شيء وجهق مغلا بقوة بدك هاي شروق وحمل لها يلوك مغلوا وقول الحمد لله إله سيدا كوهنوني إله رسول كتابني إله محوها أمضى كفاعي إله قرآن كريم كقول سندجي الله كتربيه كم هذا بلالي ونعمه أدبني ربي فأحسن التأديب بالنبي عليه السلام الله لا يأدبيه إذا كذا السبت عم هو قاعدين النبي قال لي قرآن كأدبي قرآن كلق كان نبي قرآن كلي وها ما الكلام هاي الله ثم هذه بالي مرة قلوا هاتنا الحمد لله الحمد أمان لله الله يسوع نافي الذي عليه لم يتخذ أن يالن الولد المبا أن يالن أو لم يكن أنقاه له الله شريك وحلا ولاج في الملك إلى نمدا في الملك تصرف إلى نمدا ولم يكنوا نواها لله الولي مت أكالمية من الدل دل ذات أكالمية وأدل أكالمية أن الله ملك ما بدل ليس نبع الله أكو ما هدبال يهودي وحيران عزير بن الله نصارنا وحيران عيسى بن الله عربنا وحيران الملائكة بنات الله ميلا الملائكة بنات الله ميلا مركا انت أصور نبع الله سبحانه وتعالى وكان الزهية الله نمرك وحلقنا الزهية الله ما تصفيري وحوله وحاته سبحانه وتعالى أنبالينا قلوا حاته الحمد لله الله أمان يوسفنا في الذي عليه لم يتخذ ولدا المعنى يالني ولم يكن ينوها لله أن الشريك وحلو لك في الملك إله نمدى يبقر سيدا على التالينا ملك ولم يكن مصرنا لله أن الولي كالمي من الذل لك يذل وقال كالمي وكبره اللوينين تكبيرا يعني الله حرمي والله ذا على حرمه او سيده يا حرمه او تكبيره او تهليله او وردي او سيده يا القران كاخره الله وحا لو وينينيا الا عابده او واخ لا لسما جيرين او لو كوس الله سبحانه وتعالى